إلى كيف؟ إلى كيف مع المركز الأول بالنصرة مع كيف؟ شهود القادمة، شهود القادمة، شهود الواصلة مع سعيد بن يابر الشقي الشقي الشقي. الشقاوة تبدأ مع محمد أحمد يابر وحمدان سعيد يابر. الله يا الشعار الكبير، الله يا الشعار القدير. ثلاثية ثلاثية ثلاثية. الوصل يتصدر وسعيد يابر يتصدر في كل قمة في كل مشهد. جوده 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 جوده. ند الشبا ند الشبا. وصلاوي كبير، امبراطور كبير. سعيد يابر يا قدير. الشقاوة الشقاوة. البندقية باليمين والعقال على الراس مع سلالة مياس. ها هو مياس، ها هو المجازف، المجازف محمد بن عتيد بن زيتون المهيري صاحب الجنون في أشواط أبناء القبائل ولا في أشواط المؤسسات. دائما جنونه يظهر مع الرموز مع الذهب. سلام يا أبو سعيد، سلام يا أبو سعيد على أداء مياس في هذا الشوط، الشوط المفتوح، شوط الإذاعة الجعادين. يذهب إلى مدينة العين إلى هالي منازف بيد محمد بن عتيد بن زيتون المهيري البندقية. حرك العصا، حرك العصا، كانت العصا في البطان. سلام يا أبو سعيد، سلام على فوز مياس بالمركز الأول. مزعل على المركز الثاني العتيد بن مطهر القبيسي. على المركز الأول على الصدارة الأولى يتقدم حمدان بن سعيد بن يابر مع الشهامة في المركز الأول. المركز الثاني فوازير فوازير فوازير. وصلت الدرعية، وصلت الدرعية، وصلت الدرعية لزايد بن موسى بن عبد العزيز الموسى، أحد الأسماء القوية التي سجلت حضور هناك في ميدان المصير. ولكن النقطة الثانية مع أيضا حمدان بن سعيد بن يابر، حمدان بن سعيد بن يابر. والتهني على هذا الفوز، مشكور يا بن غراب على ترشيح الشهامة في هذا الشوط. ما شاء الله، تهانينا لسعيد يابر على هذا الفوز والانتصار. النقطة الثانية والرمز الثاني في هذا المساء. هنا مشاهدي الأعزاء، شكرا عامر بن سعيد بن مبارك على هذا الأداء المتميز. المركز الثاني الدرعية وصلت في ثاني المراكز. يا سلام، المشغار المشغار ووالم، المشغار ووالم ودسمان ودسمان. البندقية 400 متر ثقيلة. البندقية المشغار المشغار دسمان والم. ثلاثية نارية مثلث برمودا، ولكن دسمان دسمان والم ودسمان، ولكن دسمان. علي بن راشد بن غدير يضيف البندقية الثانية في رصيده في هذا المساء. سلام بن غدير، سلام سلام للسلالة الشاهينية، سلام. إذن البندقية وترشيح بن غراب مع دسمان. سلام بن غراب، سلام سلام دسمان، سلام سلام لعلي بن راشد بن غدير. البندقية بقبضة دسمان، بقبضة دسمان. سلام دسمان، سلام سلام على هذا الإنجاز، سلام. يلا يا الغفيلي. ولكن الشايبة، الشايبة اللحظات الأخيرة بين نبا، بين الشايبة، الشايبة ونبا، نبا والشايبة. من يأتي بالأنباء الخبيرة؟ من يأتي بالأنباء السعيدة؟ ها هي نبا، نبا للصعب، صعب المضمرين، صعب المضمرين. يكسب هذا الكأس، يكسب هذا الكأس، يكسب كأس الانتاج. على فكرة من بداية المهرجان كأس الانتاج لدى لدى كأس الانتاج لدى محمية سكاي دايف، سكاي دايف. اذا ترشيحك يا ابو فهد، ترشيحك يا ابو ضبيب. هذه مشاهدينا الاعزاء نبا نبا نبا، صعب المضمرين. الله، 14 رمز في رصيد هذا الشعار هذا الموسم. هنيالك يا الصعب، هنيالك يا عبيد، يا ابو محمد، يا ابو مرخان. كاس الانتاج يذهب مع صعب المضمرين. إلى بندقية هذا الشوط. سلام
السلام لرمز ولراعي رمز ولمالك رمز ولمضمر رمز ولسعيد بن منانة بن غدير الكتبي. رمز 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 يخطف بندقية هذا الشوط. سلام سلام لزعبيل إلى مرغم إلى زعبيل إلى وين ما يسكن سعيد بن منانة إلى الوالد سعيد بن منانة وراعي تغاريد. غرد غرد بهذا الشوط. رمز خطف البندقية بندقية بندقية بالمرموم تتوج في هذا الشعار سعيد بن منانة بن غدير الكتبي. تهانينا تهانينا والناموس. من هذه الانطلاقة الامتار الاخيرة الامتار الاخيرة فارس بن سهيل اليبهوني مقدم لنا نبا ولكن من الجانب الاخر وينها وينها هذا بن هيان هذا الداهية هذا الداهية راعي اليمشى وصال ولكن المدهش المدهوش الله يا مجمل الشوط ولكن اليبهوني وطيارة اليبهوني والكابتن اليبهوني يقدم هذه الانطلاقات. نبا 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 تهانينا والناموس حظت بشوط ما بعد الرموز في هذا الانطلاق. شكرا راشد الزرعي كذلك في المتابعة. سلام يا اليبهوني سلام. المركز الثاني عامر بن سعيد الوهيبي بن حليس خادم بن حليس خادم مع سمرية مع سمرية اللحظات الأخيرة بن حليس وبالعود وبو زايد وعلي بن سعيد الزرعي ولكن بالعود أهالي زاخر عيناوية عيناوية إماراتية ولا هل السلطنة هل السلطنة هذه سمرية 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 بن حليس بالعود بن حليسة بن حليسة عامر بن سعيد بن مبارك يا ابو مبارك حرك اخبارك لأهل السلطنة حرك اخبارك لأهل السلطنة. سلام بدية سلام سلام بدية تهانينا والناموس لعامر بن سعيد بن مبارك بن حليسة الوهيبي. بهذه اللحظات هنا بانطلاقة حمدان بن مطر بن محمد بن نحروي العامري ولكن الذيب الذيب على الصدارة الذيب من ينطلق على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط منطلقا بهذا الأداء. محمد بن دحبة بن سعيد بن زفنة لعفوري سلام سلام مدينة العين على هذا الانطلاق الجميلة هنا وهذه الانطلاقة الجميلة والتحديات الرائعة. سلام لهذه الفوعة سلام وللورود الفواحة على هذا الأداء المميز الجميل. ها وذيب الدحبة هنا بن محمد بن الدحبة بن سعيد بالزفنة لعفاري سلام سلام وتحية على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة وصوله إلى خط النهاية منبه محمد بن مطر بن دحروي العامري المركز. مع المركز الثاني ولكن سلم سلم القيادة والريادة وغادر بكل أريحية بكل قوة بكل جدارة صياما مقبولا يا بن قريع وافطار شهيا على هذا الإبداع في هذا المساء. سلام بن قريع سلام السلام والفوز لأهل ميدان التحدي أهل الشحانية أهل قطر مس عليهم بالخير مس عليهم بالخير. بن قريع ها هي عوايده ها هو انطلاقه ومساره شهاب فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري سلام ميدان الشحانية سلام أهل قطر سلام سلام بن قريع سلام لحظة الوصول مع هذا العرض المميز. المركز الثاني مضبوط أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي المركز الثالث. تاريخية
بالنصرة بالنصرة قادمة بالرشيد أيضا واصل، ولكن بالورع العفاري راعي سمحة راعي سمحة غادر بشوط المحليات اللي لم يكن لي بالنصرة لي بالنصرة رجل المفاجآت بالرشيد قادم خليفة بن سلطان بالرشيد السويدي بانطلاقة مبشرة، ولكن وين الفوز وين الناموس وين هالجميرة هالجميرة مع الانطلاق الكبير مشكور يا ابو محمد احمد بن محمد بن رامس الجحافي من يتابع شعار ابو مانع شعار خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي مبشرة وبشرت جماهير هذا الشعار بالفوز والناموس سلام بن رشيد سلام على هذا الانتصار المركز السلام طارت الابداع بشعار حمد بن عنزان بن محمد النعيمي طار بالابداع لكن بن يابر بن يابر بن يابر غادم غادم مع النايفة سعيد بن جابر بن عبد الله وبن دري يقدم لنا امجاد سالم بن احمد بن دري الفلاحي اللحظات الاخيره ما بين الدانه ما بين الدانه وما بين النايفه هنا بن عنزان وهنا بن جابر لم يكتفي بالكاسين لم يكتفي بالكاسين يحاول بابداعات الجميله هنا في اللحظات الاخيره الدانه البطله تهانينا والناموس لحمد بن عنزان بن محمد النعيمي على هذا الفوز والانتصار المسار ما سلم المهمة ما سلم القيادة ما سلم الصدارة ألا وهو بينه وبين المركز الأول عشق وحب وهيام الشامسي مع المركز الأول أهل مرغم غادمين الصعب وغزوان الصعب يتقدم ويقدم لنا سليل سليل غزوان النشمي من اللي قادم في اللحظات الأخيرة جزام ما يبنى لطاري مع المركز الرابع عينه للناموس جزام النشمي سليل سليل غزوان جزام اللحظات الأخيرة القادم الواصل هناك شاهين ولكن جزام النشمي جزام جزام جزم الأمور جزم المركز الأول جزام جزام للناموس أشكرك على هذا الإبداع من قدمه عتيق بن سيب بن عبيد بن سعيد بن كديدة بن عتيق بن عبد العرطي يتقدمون هل المرموم يصلون هل المرموم ولكن الخيارين الخيارين وشعار المجينين مع براق ولكن شوف الطيار 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 محمد بن عتيق بن عبيد بن العرطي ولكن الخيارين الخيارين يا سلامي عليكم يا هل الدوحة ولكن شوف القدوم الوصول من النشمي بالنصرة قادم قادم بالنصرة سالم بن مبارك سالم بن مبارك بالنصرة العامري النشمي خطف ناموس الشوط في اللحظات الأخيرة سلامي عليك يا بالنصرة سلام على هذا الفوز وعلى التحدي المركز الثاني الله 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 من غيرت هناك غير الدستور سعيد بن سهيل بن دليوي ولكن اهالي العوينة اهالي العوينة قادمين مع الابرقة منصور بن محمد بن منصور السيف الخيارين الخيارين وتحاول الجازي طالب بن شرياب بن محمد بن علي المري ولكن دستور دستور راحت الى الفوز راحت الى الانتصار مشكور 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 يا بالدلاوية يا راعي الوسمية وعبد القادر مشكور مشكور اللي ضمرها وانتزعت ناموس هذا الشوط وسلام للأحباب تهانينا والناموس سعيد بن سهيل بالدلاوي على هذا الفوز المركز الثاني وسلام راعي من
مرضية راعي مرضية والقادم محلى واجمل المدينة المدينة محمد بن مبارك بن مسفر الشهواني الشهواني المرعب قادم المرعب قادم في اللحظة الأخيرة يقدم المدينة يقدم المدينة في اللحظة الأخيرة راحة المدينة ومكارم بالعودة ومكارم بالعودة المدينة مكارم مكارم ولكن المدينة إلى المرعب السلام إلى ميدان التحدي السلام إلى مسفر الشهواني ناصر بن مسفر الشهواني داعم هذا الشعار سلام ميدان التحدي سلام تهانينا والناموس لمحمد بن مبارك بن مسفر الشهواني الهاجري بن مبارك العامري مع القيادة مع البداية تصدر الأوامر طار صياد طار صياد مع المركز الأول ما تلحقونا ما تسبقونا الله الله يا صياد على هذا الأداء رايح قلت لكم يبغي يصيد الناموس ولكن محاولاتنا أخيرة من شاهين من شاهين وصياد صياد باي باي مع السلامة ودمتم سالمين مع بن سالمين تهانينا والناموس للسيد محمد بن سالمين بن مبارك العامري سلام زاخر سلام النخش النخش شامس من ماجد بن سالم الغربي هنا الشامسي من يأتينا بهذه الانطلاقة والقدوم أيضا شعار المدهوشي هنا مع الفورس سالم بن عامر المدهوشي سالم بن عامر المدهوشي ينطلق المدهوش ينطلق إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط ينطلق بالمقدمة ينطلق بالفوز وبالناموس سلام 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 للفارس وأدائه وانطلاقته سالم بن عامر بن راشد المدهوشي سلام للمدهش سلام على هذا الأداء المميز الجميل ولحظة وصوله إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس سلام لأهالي الكامل هناك على هذا الفوز بسلطنة عمان المركز الثاني وسلام الحاني من دونها ما تحصلنا في حق